نرحب بضيفنا من رام الله عصمت منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد منصور أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني نحن نتكلم عن يعني حرب دخلت يومها الثامن. سيد منصور، إسرائيل تقول بأن هذه الحرب سوف تكون طويلة. تداعيات كل هذه الغارات على قطاع غزة، وأيضا إذا ما فتحت جبهات ومواجهات مثل ما نرصد الآن في أماكن أخرى في الضفة الغربية. تحياتي لكم وكل احترام لكم على هذه التغطية المتواصلة والمهنية. الحقيقة تداعيات كبيرة. أولا، هذه الكوارث الإنسانية وما ترصده الكاميرات ويشاهده العالم من قتل ممنهج وتدمير بشكل واسع جدا، عمليات تطهير، تهجير ومحاولة تهجير. يعني جيد أن هذه الدول العربية وقفت كالسد في وجه هذه المحاولة. أنا أريد هنا أن أركز أن نتنياهو في أول لحظة يعني خرج فيها ليتحدث عن العملية التي وقعت في يوم السبت الماضي في غلاف غزة، وضع هدفين، قال أخرجوا، أي تهجير، لأن القطاع سيتحول إلى خراب، أي تدمير. وما يقوم به الآن هو فعلا عملية تدمير تهدف إلى تهجير الناس وإفراغ القطاع، وبالتالي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه على مستوى القضية الفلسطينية ومستقبلها، وعلى مستوى الكوارث والآلام التي يمكن أن يخلفها. لكن هذه التداعيات الخطيرة فعلا والتي تعتبر جريمة حرب بكل معنى الكلمة هي أيضا توقظ ضمير العالم. رأينا اليوم حجم التضامن والتفاعل سواء شعبيا أو على مستوى المنظمات الحقوقية والدولية والطبية في العالم، وهذا فعلا بدأ يغير في يعني النظرة للأحداث، وبدأت الولايات المتحدة حتى تراجع خطوة إلى الوراء في مسألة حديثها عن أنه تطلب من إسرائيل وتريد أن تضغط باتجاه فتح ممرات إنسانية لإدخال الإغاثات وإعلاج المرضى وإلى آخره. لكن لعلك استمعت سيد منصور لتصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي أتى متضامنا إلى إسرائيل ومن تل أبيب، وبجانبه يؤاف جالانت، قال هذا ليس وقت الحياد، نقف مع إسرائيل. وكان هناك أيضا أنباء عن تقديم أسلحة جديدة إلى إسرائيل ربما قد تستخدمها في أي وقت إذا ما حصل اجتياح بري إسرائيلي مرجح للقطاع. صحيح، أمريكا هي شريك في هذا العدوان، شريك كامل. ليس هي تقدم أسلحة، هي فتحت أبواب مخازنها وكل ما تملكه من إمكانيات أمام إسرائيل. أنا سمعت لفيديو قصير لأمير بحبط وهو مراسل عسكري لصحيفة معريف، كان في جولة في يعني معسكر طيران، قال لم أرى في حياتي مثل هذا الكم من القذائف. أمريكا أغرقت إسرائيل بالأسلحة والذخيرة وقالت لها لا تفكروا يعني أن لا تكون لديكم هذه الحسابات أنه بتخلص الذخيرة بنقصنا بطاريات قبة حديدية لاعتراض الصواريخ أو صواريخ الأنفاق أو غيرها. هذا يعني ماذا يعني؟ وأيضا يعني الحديث أنه ما في حياد، يعني هذا أيضا تحريض لدول العالم وتلويح لها أنه إذا وقفتم مع المظلومين الذين يقتلون بهذه الطريقة أنتم تعرضون مصالحكم للخطر وعلاقتكم بالولايات المتحدة للخطر. هذا تهديد لدول العالم ومحاولة إرهابها بسطوة الولايات المتحدة. لذلك يعني أنا أقول أنه الضغط الشعبي والمؤسسات الدولية سواء المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة واستمعنا لتصريحات غوتريش أو المنظمات الحقوقية والطبية الدولية والعالمية والإقليمية كلها فعلا بدأت تغير الصورة، بدأت تفرض يعني هذا المطلب الذي هو يفترض أن يكون طبيعي وجزء من قوانين الحرب وكيفية التعامل مع المدنيين في النزاعات المسلحة. إسرائيل أيضا بدأ يعني عندما تبدأ تتعالى هذه الأصوات وتبدأ تتراجع الولايات المتحدة وتجد هذا الصد من دول المنطقة، الولايات المتحدة حاولت أن تقنع دول المنطقة بمشروع التهجير وأن تدفعها إلى إدانة العملية التي قامت بها حركة حماس،
لكن هي فعلا وجدت صد، لأنه هذه المشاهد والشعوب التي خرجت اليوم وخاصة مثلا في الأردن وفي العراق وفي اليمن وغيرها من العواصم ومصر بشكل أساسي، كلها تشكل عامل يعني حصانة لهذا الموقف وتدعيم له. لذا يعني عمليا بدأت ساعة الرمل تنفذ، لن أقول غدا ستنتهي العملية، كما قلت هي طويلة وقد تطول أكثر مما نعتقد، ولكن أيضا الهامش الممنوح لإسرائيل لهذه الفظائع وارتكاب هذه الجرائم عمليا بدأ يقصر. الموقف الأمريكي سيد عصمت يعني كان معروف، هو منحاز لإسرائيل، هذا في كل مواقف وحروب سابقة، ولكن إلى أي درجة هذا الموقف اليوم هو يعني تسقط عنه ورقة التوت، وإلى أي درجة يمكن أن يكون الموقف الأمريكي منحاز إلى إسرائيل لدرجة أن تكون إسرائيل ربما حتى تقاتل إلى جانب إسرائيل في مرحلة ما عندما تصل المواجهة إلى ذروة معينة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني؟ إن كانت الولايات المتحدة استخدمت ناقلة طائرات إلى بالقرب من إسرائيل، هذا يطرح تساؤلات عن إلى أي درجة يمكن أن تنخرط أمريكا في دعم إسرائيل ضد الفلسطينيين. أمريكا غارقة حتى يعني أنفها في الدعم لإسرائيل والقتال. أمريكا ليس فقط تحضر ناقلات طائرات، وأيضا يعني هذه الناقلات ليس فقط تحمل طائرات، أيضا هي أيضا لديها إمكانيات استخباراتية واتصال مع أكبر صناعية وقدرات توفر لإسرائيل اختيار أهداف ويعني مواجهة المدنيين والمقاومين بشكل أكثر وحشية. أيضا إذا صح ما نقل عن بالإعلام الإسرائيلي عن قول وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو وأيضا وزير الخارجية الأمريكي إنه أنتم بتفرغوا لغزة ونحن سنتكفل في أي جبهة أخرى، بمعنى سنلوح وسنهدد وسنوصل رسائل، وها نحن أحضرنا يعني بارجات وحاملات طائرات للتكفل بالجبهات الأخرى. هذا يعني أنه بالفعل هي شريكة كاملة، وهذا يفضح الدور الأمريكي. وهنا يعني ربما مصلحة نتنياهو وإسرائيل توريط أمريكا في هذا الدور وجعلها تدخل بشكل مباشر في القتال، لأنه كانت تشكو إسرائيل أن أمريكا تنسحب من المنطقة، تنسحب من الشرق الأوسط، تسحب قواتها، يتراجع دورها، تدخلها بدأ يقل في المنطقة، وهذا يضر بإسرائيل وبأمن إسرائيل، ولذلك هذا يعيد توريطها وعودتها وكأنه فعلا شيئا لم يكن. وهنا بالتالي في أي إطار يأتي اللقاء الذي تم نقله بخصوص ما يجري ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ هذا اللقاء كان قصير وكان يعني خارج فلسطين، يعني بمعنى هو لم يأتي إلى الرئيس مازن، هو يعني اجتمع به وكأنه يعني طلبه أو كأنه كان يعني على هامش زيارته للأردن، وهذا يقلل من قيمة وأهمية اللقاء، لكن أيضا يعني لم يصدر شيء عن هذا اللقاء، لكن ما تسرب أنه كان متوترا وأنه كان فعلا يعني حجم الخلاف كبير، وكان اللقاء هو عملية مكبس ضغط على الرئيس أبو مازن والسلطة من أجل إدانة العملية والاصطفاف إلى يعني جانب الولايات المتحدة، وكذلك يعني عدم الاعتراض على عملية التهجير، وكلها قضايا طبعا رفضت لأنه هذا الصرف يعني، ورفضت من السلطة ورفضت من مصر ورفضت من السعودية ومن الأردن ومن الدول العربية التي يعني تحيط بفلسطين. ولذلك يعني هذا يعني لقاء فيه فعلا استخفاف بنا كفلسطينيين وبمشاعرنا وبحقوقنا وطالبنا وتضامننا مع أبناء شعبنا. يعني من يعتقد أنه يمكن لفلسطيني أن يقف في مثل هكذا ظرف ضد الفلسطيني الآخر وضد يعني إنجاده ومساعدته ودعمه بكل ما نملك، وأيضا من يتواطأ مع عمليات تهجير؟ عمليات تهجير هي تهجير للأبد، يعني من يعتقد أن إسرائيل تريد أن تهجر فقط لفترة الحرب ومن ثم تعود الناس مخطئ. هذه عملية تهجير لن يعني ستحول إلى جئيم
وربما يتعرضون إلى محاولات توطين وضغط من أجل التوطين، ولذلك لن تجد فلسطيني يتواطأ مع هذا الأمر. يعني أعتقد أن الضغط على السلطة لن يتوقف، نعم وربما يعني الآن الولايات المتحدة مهتمة أن لا يحدث شيء في الضفة، أن لا تشتعل، وهذا ما بدأنا به الحديث، أن لا تشتعل هذه المواجهة، وبحيث تشتت جيش الاحتلال وتستنزفه على أكثر من جبهة. ما الذي أسفرت عنه في تقديرك زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة؟ هو قدم إلى تل أبيب وتوجه إلى عمان إلى الدوحة، يعني ما الذي تريده واشنطن من هذه الزيارة؟ لأنه في كل مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي كان يعيد نفس الدعاية ونفس الخطاب الإسرائيلي بخصوص حماس وما تقوله إسرائيل عن إرهاب حماس على حد قولها وغيرها من الانتهاكات التي سمعناها ولم يعني توثق ولم يصدقها أحد، بل أن حتى هناك مراسلة CNN الأمريكية في تغريدة عندما هي على الهواء قالت أكدت الرواية الإسرائيلية بخصوص قتل حماس وقطعها لرقاب الأطفال في المستوطنات الإسرائيلية، خرجت هذه المراسلة هذه الصحفية في تغريدة على حسابها على تويتر اكس حاليا، وقالت بأنها تعتذر وتراجعت عن 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 ما ذكرته على الهواء على قناتها. بالتالي يعني ما فحوى هذه الزيارة الأمريكية لأنتوني بلينكن الذي يكرر نفس هذه الرواية أمام وزراء خارجية عرب؟ فحوى هذه الزيارة هو أولا دعم كما قلتم، هو جاء ليدعم إسرائيل وهو قال ذلك، قال أنا جئت كيهودي وأنا جئت لأكون إلى جانب إسرائيل. أما زيارته للدول العربية فهي من أجل الضغط على هذه الدول العربية كي تتواطأ مع المشروع الإسرائيلي، أن تغض النظر عن هذه الجرائم، أن تغض النظر عن مطلب فتح ممرات إنسانية وإغاثة المدنيين وحمايتهم، وأيضا يعني أن تغض النظر عن كل ما تقوم به إسرائيل. وهذا ما لم ينجح إطلاقا، ووجه فعلا بموقف عربي رافض لهذه السياسة ولهذه المطالب. أما يعني تكرار للدعم المطلق لإسرائيل وترداد للروايات والمبالغات والمشاهد التي تصور يعني وحشية وهمجية الفلسطيني في مقابل وداعة وإنه ضحية الإسرائيلي، هذا لم يعد ينطلي على أحد. وفعلا ما شهدناه في هذا الأمر هو فضيحة، فضيحة للإعلام الغربي الذي نشر يعني صفحات رئيسية وعناوين رئيسية في الصحف تحت هذه العناوين دون أن يتحقق، لمجرد أن نتنياهو قال ذلك وجندي قال هذا ونقله نتنياهو عنه. وأيضا فضيحة للسياسيين وللحكومات الغربية التي ردد يعني قادتها هذه الرواية، عندما يقول بايدن ومن ثم يقول البيت الأبيض أنه غير متأكد من هذه الرواية ويتراجع، هذه فضيحة. وهذا يدلل أن الغرب ينساق خلف إسرائيل ويدعمها بشكل أعمى ودون تبين، وكل ما يمكن أن يخدم إسرائيل هم يقومون به، حتى لو جاء على حساب الحقيقة وحتى لو جاء على حساب ما يشاهدون الناس على الأرض. هؤلاء الذين تحدثوا عن فضائع ما حدث يوم السبت الماضي في غلاف غزة، ألا يرون اليوم مثلا ماذا يحدث في قطاع غزة؟ لماذا لا نرى نفس الصرامة ونفس الموقف في حماية الأطفال الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية؟ نعم. الدواء والحفاضات للأطفال والحليب لا يسمح بإدخاله. هذا يعني فعلا الغرب ينافق، ولكن بلينكين أنا أعتقد أنه خرج خال الوفاض وخرج بانطباعات سلبية. الاحتلال يقول بأن هذه الحرب سوف تكون طويلة، نتنياهو يضع هدف القضاء على حماس، هل هناك من يصدق ذلك داخل إسرائيل؟ فكرة القضاء على حماس التي دخلت في مواجهات عديدة ولم يقضى عليها، لم يقضى لا على حماس ولا على غيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية في حروب سابقة. يعني الاعتقاد أنه بالقوة يمكن فعل كل شيء وتحقيق كل الأهداف، هذا اعتقاد ينم عن غطرسة، ينم عن غرور بالقوة وجشع.
إسرائيل خلال كل سنوات احتلالها منذ 75 عام هل استطاعت بالقوة والمجازر والقتل وتهجير؟ هي حاربت الفلسطينيين في الأردن وحاربتهم في لبنان وحاربتهم في الضفة وفي غزة وفي أكثر من انتفاضة، ومع ذلك شعبنا ورغم كل القوة والمجازر لم يتراجع. ولماذا يعني يحدث هذا الآن؟ فكرة اجتثاث حماس هذه فكرة حتى الإسرائيليين يشككون بإمكانية حدوثها، ولأنه يعني حماس ليست جسم غريب ودخيل يمكن طرده. حماس فكرة ومشروع وبرنامج يتبناه أجيال وإنما يتواجد فلسطينيين يوجد له تواجد وحضور، ولذلك هذا أمر لا يمكن اقتلاعه. اقتلاع قوة حماس هذا أمر هدف مختلف، وهذا الهدف كي يتحقق يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى دخول بري. هل إسرائيل تملك الوقت الكافي والقدرة على الدخول؟ ليس دخول محدود بل دخول واسع للقطاع وربما اجتياح كل القطاع. أنا أشك مسألة دخول كل القطاع واجتياحه هذه مسألة مستبعدة، لأنه هذه تعني أن التورط لسنوات. لكن ماذا لو كان الاجتياح لشمال القطاع فقط؟ أنا أعتقد أنه إسرائيل استخباراتيا لديها معلومات ربما أنه معظم الأنفاق في المناطق التي ستجتاحها، وأنه معظم الأهداف هي في المناطق التي تخليها الآن وتدمرها وتحاول أن تهجر سكانها. لذلك ربما يكون الاجتياح لأجزاء وحزام حول الشمال القطاع يفصلوا يعني عن بعضه البعض عن الجنوب ويعطيها هامش للعمل لفترة طويلة، ومن ثم بعد ذلك ربما تنتقل إلى الجنوب. يعني من يضمن أنه إذا وجدت أن التواطؤ الدولي يستمر معها أن لا تنتقل إلى الجنوب؟ لكن إذا واجهت معارضة ومقاومة قوية وكانت المقاومة تعد لها مفاجآت وفعلا أوقعت فيها خسائر كبيرة، حتى الرأي العام الإسرائيلي سيبدأ الذي الآن متحمس للعملية ويدفع باتجاهها سيبدأ هو يضغط من أجل إنهائها. كتائب القسام سيد عصمت منصور، فيما يتعلق بالاجتياح الإسرائيلي البري المرجح، أكدت على جهوزيتها ضد هذا الاجتياح وبأنها مستمرة في صمودها أمام عدوان الاحتلال. هل هذا الموقف من القسام ومن حماس بشكل عام يشيب بأن لدى حماس ولدى كتائب عز الدين القسام مفاجآت أخرى غير متوقعة تنتظر إسرائيل؟ هذا وارد جدا. نحن نذكر عندما يعني حدث اجتياح 2014 وكان هناك محاولات لاجتياح محدود في القطاع، كيف كانت المفاجآت وحجم الخسائر؟ منذ ذلك الوقت مرت 9 سنوات، وخلال هذه 9 سنوات الخبرات تطورت، أكثر من جولة قتال حدثت، الإمكانيات أيضا تطورت، الخبرات القتالية والخبرات التقنية في التصنيع والإعدادات العسكرية، وأيضا ربما شبكة الأنفاق توسعت وتشعبت وآخره. وهذا يجعلنا نعتقد أنه نعم يعني المقاومة جاهزة ومستعدة، هي لا تتمنى هذا اللقاء لأنه سيكون يعني كارثي على المدنيين وبحجم الدمار، وأيضا سيكون هناك خسائر لدى المقاومة، ولكن أيضا هي لا تملك خيار آخر، يعني لا تملك خيار أن تستسلم. هذا ترف غير موجود لنا وفي قاموسنا كفلسطينيين، وخيار الخنوع والاستسلام ويعني أنه نرفع راية بيضاء للجيش الإسرائيلي هذا غير وارد، ولذلك يبقى الخيار الآخر هو التصدي والدفاع عن وجودهم وكرامتهم ومشروعهم كمقاومة وعن شعبهم. نعم. أيضا لكن خيار عدم الاستسلام سيد منصور المرفوض فلسطينيا، هذا بالتالي يضع أمامنا خيارين نهائيين فقط، إما النصر وإما الشهادة أو الموت. لا يبدو بأن النصر وارد بالنظر إلى تفاوت القدرات ما بين الطرفين، صحيح؟ يعني هنا دعنا نتحدث عن مفهوم النصر. يعني نحن لا نتحدث عن جنشين نظاميين وكل جيش يسيطر على بقعة الأرض ومن يهزم الجيش الآخر أو يبيده ويزرع علمه في هذه المنطقة
هو يعتبر أنه انتصر. لا، في حالتنا وفي حالة حرب الشوارع والحركات التحرر التي تتحدى الاحتلال، هي مجرد وجودها وصمودها وبقائها على أهدافها وإيقاعها خسائر في الاحتلال، هذا بحد ذاته نصر. تحرير الأسرى وإجراء صفقة التبادل هذا نصر. يعني الاحتلال هل نصر أنه يقتل كل هذه الأعداد من المدنيين؟ هل يعتبر نوع من النصر أنه يدمر كل هذا الكم من المباني والعمارات والأبراج؟ يعني مفهوم النصر في حالتنا وحالة حركات التحرر هو مختلف. النصر النهائي هو بزوال الاحتلال، ولكن الاحتلال نصره عندما أيضا تسلم حركات التحرر وتخضع لعبوديتها وتسلم بتفوقه وتتنازل عن حقوقها الوطنية. هذا لم يحدث في حالتنا الفلسطينية. وطالما أنه يعني إذا كان مثلا الهدف إبادة حماس، وبعد أن يجتاح القطاع يخرج طفل يحمل راية حماس ويقف بها على فوق الركام، هذا سيقول كل العالم أن حماس موجودة وهي يعني لا يمكن اقتلاعها، ولذلك لا يمكن أن يدعي النصر. هو ربما يبحث عن صورة نصر، وهذا يختلف. صورة نصر على شكل اعتقال قيادات كبيرة مثلا، أو تصفيتها على شكل وجود الجيش الإسرائيلي في مناطق في غزة، هذا يرمم هيبته وصورته التي جرحت وتهشمت بسبب العملية التي وقعت يوم السبت الماضي.